السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم شباب عاملين ايه؟ إن شاء الله يكون الجميع بخير كده، ومتنسوش أهلنا في غزة كده، ربنا ينصرهم يا رب إن شاء الله، ويكون معاهم ويكون عون ليهم. دلوقتي فيديو بس سريع، هغير الجوان بتاع طرمبة المية. تعرفين إن العربية دي البي ام دبليو الاف 30 لأول مرة تتفرج علينا، دي الفئة التالتة موديل 2014 1600 سي سي، بيبقى فيها طرمبتين، واحدة ميكانيكال راكبة في الماكينة على السير، واحدة كهرباء بتبرد التربو. طيب انا ليه غير الجوان دوت؟ لان حصل ليك او حصل تسريب، هتلاقي تسريب كده بيظهر. انا عندي حاجتين بيسربوا. اول حاجه زي ما انتم شايفين دي مكسوره من هنا، فيها كراك، ترومبه بتطلع ميه هنا اهو، فدي كده كانت ربطه واحده وغيرها. تاني واحده عندي هنا المضخه، هفك انا دلوقتي اوريكم. طيب ايه اللي انا محتاج عشان افك؟ محتاج اول حاجه اهوي الافيز ده شويه، بعد كده هفك الافزان دي بتاع الفلتر بتاع الماكينه، وهوي الافيز ده، بعدين هشيل الجزء ده هوريكم دلوقتي. خليكم معايا. طيب انا هويت ده، هويت الافيز، بص هفك ده، هويت الافيز ده، هنفك الفلتر ده زي ما انتم شايفين كده، خلاص هرفعه بس فوق هنا عشان هو فيه ده السنسور او الماس اير فلو سنسور، تمام. وادي علبه الفلتر بتاعتنا، هشيلها، تمام. هي بتركب زي ما انتم شايفين بالبلاستيك هنا في المكان بتاعها، تمام. طيب بعد كده عندنا المضخه، زي ما انتم شايفين الاخضر اللي طالع ده، دي المضخه، دي الترومبه ودي المضخه. شايفين الاخضر اللي طالع ده؟ الاخضر دوت ده تهريب من الجوان نفسه، خلاص. ده مطلع الاخضر ده، دي الميه بتاع المبرد، وده تهريب. اللي بيحصل بيخلي الدوره مش مقفوله، فيبقى فيها هواء، فبيحصل ان المكنه بتسخن او حرارتها بتعلى شويه. هي مش بتسخن او بتقف، بس دايما حراره تشغيل المكنه بتبقى عاليه. الموضوع ده بيأثر اكيد بالسلب على المكنه بعدين. ما انت افضل حاجه ان الماكينه بتاعتك ما تكونش حرارتها نازله او عاليه عن الطبيعي، عشان تاخد منها احسن معدل استهلاك بنزين واحسن كفاءه للمكنه، تمام. كل اللي هحتاجه دلوقتي، اول حاجه ده انتم شايفين، بس معلش الليات دي بتاع الاويل كاتش كان، تمام. فانا هفكها عادي من هنا، بس وعندي الهوز الثاني هنا، ماشي. فانا بس كده عشان افضي المكان هنا. طيب بعد كده عندي ده التنشنر او الشداد اللي بيشد، ما ياخد كهرباء بيسحب لورا كده، فيوصل البكره بتاع الترومبه مع السير فتلف. انا بفكه ازاي؟ شايفين القطعه دي؟ بلفها كده، بعد كده اشدها لبره. بصوا زي ما انتم شايفين بيحصل ايه، البكره هنا دي بتتمدد تنزل لتحت. بصوا بعد كده ليها مكان اهو بعلقها فيه، بصوا بحطها هنا كده عشان تبقى عامله فلوك لنفسها. لو شلت من هنا هترجع تسحب تاني، انا اشدها وارجعها تاني كده، ماشي. كل اللي هحتاج اعمله دلوقتي افك الثلاث مسامير دول، هطلع البكره، بعدين هلاقي وراهم المسامير بتاعه الترومبه، هفكها وغير الجوان. زي ما انتم شايفين انا فكيت الطاره دي او البولي دي، فيها ثلاث مسامير 10 مللي، بعد كده المضخه فيها خمس مسامير، واحد، تمام، واحد، اثنين، ثلاثه، ادي 4 5 10 مللي، تمام. اول ما افكهم دلوقتي هبدا بس احاول افكها بالراحه كده، لان هي المفروض لازقه من حته وحتى لا، هتبدا المايه كلها تنزل دلوقتي، تمام. بعدها هنضف كويس وابدا اغير الجوان. شايفين المضخه فكت؟ ده منظرها اهو، ده منظر المضخه. هنضف بقى كل الكلام ده عشان اعرف اركب تاني واجمع تاني، تمام. ده المضخه بالمنظر، هي شغاله عادي على فكره، تمام. هنضف كل ده عشان ارجع اجمع تاني. طيب يا جماعه انا شلت الجوان القديم، بصوا ده الجوان القديمه، ده الجوان الجديد، تمام. بصوا هحط لكم الاثنين جنب بعض، اللي على اليمين الجديد واللي على الشمال القديم، تمام. ده المضخه نفسها، هو بيركب هنا كده، ماشي. وادي المكان اللي هيبقى فيه، انا بحاول انضف على قد ما اقدر كده، وهقفل كده وابدا اربط كده واوريكم اللي حصل بالظبط. طيب بصوا يا جماعه انا كده نضفت وركبت الجون الجديد. اداني الجون الجديد، بصوا هتلاقوه بارز شويه كده،
الجوان القديم ما كانش بارز، كان فلات بالظبط مع المضخه. فده ان شاء الله كده يوصل مظبوط. ونضفت المكان على قد ما قدرت. هبدا اجمع، المفروض يبقى فيه معجون او اي حاجه لما احطش اي حاجه بصراحه. فخليني هبدا اجمع كده وابدا اعبي ميه، وزي ما وريتكم في فيديو قبل كده هاخد الهواء بتاع النظام السيستم كله وخلاص، وكده ابدا اشتغل على كده ان شاء الله. طيب يا جماعه بصوا، جمعت كده قفلت وجمعت. اهم حاجه بس وانتم بتجمعوا تربطوا المسامير كلها واحده واحده، ما تشدش مسمار للاخر بعدين تشد التاني. يعني انا بربط هنا مثلا كام لفه كام لفه كام لفه بحيث المضخه كلها تدخل مره واحده والجوان يدخل مره واحده. فعملت هنا 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 يعني بس اضغط 1 2 3 4 5 بحيث ان المضخه كلها تبات مع بعض. تمام، وقربت كده وهبدا اركب الوش ان شاء الله وابدا اجمع الحاجه تاني. تمام، فبصوا شباب دلوقتي كده خلصت وقفلت كل حاجه، هبدا بس احط ميه مقطره دلوقتي مكان الميه. هبدا ازود ميه وبعدين ادور وابدا احط ميه مقطره. هفتح المسمار دوت عشان اطلع منه الهواء، ده الاير فنت، هطلع منه الهواء. بعد كده هتاكد بس ان الدنيا تمام الميه تمام، هبدا اقفل خلاص. وبرده ثاني يوم بكره هتابع ان شاء الله الميه بس اول يوم او ثاني يوم كده لحد ما تبقى بس الميه ثابته في مستوى الطبيعي وخلاص. طبعا زي ما انتم عارفين المفروض بتجيب الزيت ميه بتاع بي ام دبليو 50 وال 50% الثانيه الميه المقطره. تمام، انا بس هحط ميه مقطره حاليا لان انا كده كده كنت جايب ريديتر وهعمل كام صيانه، فكده كده هنزل الميه ثاني يمكن بكره او بعده. تمام، فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل بقى لايك وشير وسبسكرايب في القناه. ان شاء الله في فيديوهات كتير جايه الفتره اللي جايه. يلا سلام عليكم.